غزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة. اليوم الغزالة جيتكم في موضوع اللي هو مهم بزاف بالنسبة للناس هنا اللي ما عارفينوش، بالنسبة للناس جداد، بالنسبة للناس عارفين وما عارفينش كيفاش هاد القضية هذه. كانت سولتني على واحد المتتبعة وقلت ندير ليها فيديو يبقى بعدا عليك تكون القناة البنات ديالي اللي هي مفيدة، أي حاجة كنديرها فيها الإفادة كتبقى عندي تما باش الناس يستافدوا. كانت سولتني وحدة على الماكينة ديال الدي ام، ديك الماكينة اللي كتصبن الزرابي وكتنقي حتى الفوتويات، كيفاش وعلاش وحتاش ومني كتضمونديها، واش مشي زيت واش مشي بلاصه. مهم اليوم البنات غندير لكم هنا دويره خفيفه وغادي نعاود لكم على كلشي الغزالات ديالي وغنقول لكم كيفاش غادي تضمونديوها ومنين وكيفاش، واش بالفلوس واش فابور، مش غير كتجي وكتهزيها. خليكم ديالي هنا دخلت هنايا للدي ام كيف ما كتشوفوا معايا، وشحال من وحده وشحال من متتبعه ديالي كيدخلوا كيقولوا لك ديري لنا دويره، قولي لنا المنتوجات. البنات راه كندير لكم دويره، كندير لكم المنتوجات، الفيديو ما كتجيش فيه مشاهده بزاف، فهمتوا غزالات؟ المهم انا نوريكم الريسيل اللي كندير، اين ماركه، شنو هما الماركات اللي زوينين. انا كنستعمل الريسيل ديال ايسونس اللي هو هذا. البنات هذا زوين، هذا كنت درتو، هذا عن تجربه، هذا الغزالات زوين، ها هو كيف ما كتشوفوا مزيان. بالنسبه اللي عنده الشفيرات بحال ديالي شويه مهم خفاف ماشي مقلوبين، اما هذوك اللي عندهم تبارك الله ما شاء الله اللي عندها شفيراتها كبيره اي ريسيل دارتو كيطلعوا ليها. بالنسبه اللي عندها شفيراتها خفافين بحال دياولي ولا المهم ماشي كبار بزاف، هذا البنات زوين غارانتي، داير جوج اورو البنات ب 25. هذا جربته، جربت الثاني عاوتاني، هذا حتى هو زوين، هذا زوين حتى هو جربته. انا نوريكم واحد حتى هو واعر البنات، بالنسبه اللي عنده الشفيرات ديالو يمكن ساله ما بقاش، لا ما كاينش هنا البنات، يمكن هذه هي بلاصتو. واحد الريسيل اللي واعر بزاف البنات، موف زوين 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 الغزالات، ها هو هو هذا هو هذا البنات، هذا الريسيل خطير. شتي اللي عنده الشفيرات ضعاف رقاق بزاف وما كيبغوش يطلعوا بهذا الريسيل كيطلعوا ويوصلوا لكل هنا، واعر واعر البنات. كاين هذا الموف، هذا كاين واحد الموف مغلوق بحاله، هو كيبقى 18 ساعه البنات، واعر بزاف البنات. بالنسبه للعكار البنات اللي كندير، هذا هو العكار المفضل عندي، ها هو فيه ليفولين. هذا العكار هذا فيه هذا وفيه الاحمر، هذا كرونه وفيه الاحمر، هذا هو اللي كندير ديما، كيبقى 8 السوايع، واعره البنات ديال ايسونس، داير جوج اورو 95. وكاين هذا بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يديروا داك الشيء مغلوق ولا هذا، كاين فيه ثاني هذا البنات، ها هو. بالنسبه للبنات الفون دو طان، الفون دو طان البنات هذا زوين، انا البنات ما كنديرش فون دو طان، انا صفراء الا زدت فون دو طان غادي نضيع. ها نتوما هذا الفون دو طان هذا البنات زوين، هذا داير 3.75 زوين، سميتو ستايل زوين البنات، غزال هذا. انا كنوريكم المنتوجات اللي كنستعملها البنات، الماكياج بزاف ما كنديروش، كندير غير ريسيل وعكيره وكنقطعو كنقنتها. هو هذا الغزالات ديالي، هاد المنتفى البنات واعر، داير اورو 95 ديال ايسونس، خطير بزاف والله العظيم البنات الا واعر هاد المنتفى. ها هو كاين هنا الفوق مع هاد الشيء ديالي. انا جيت للدار وبغيت نكمل لكم الفيديو البنات، لاني ما قدنيش الوقت، دابا راه الليل الصباح كنت كنهضر معاكم، ولكن البنات عندي مواعيد ديال الطبيب، كان عندي اليوم النهار عامر وطفاليا التليفون، داكشي البنات باش خليت قلت حتى نجي للدار، واخا راني كاو تكنيك راني عيانه البنات مهلوكه، ما كنشوفش الطريق قدامي وتمشيت بزاف. مهم الغزالات ديالي وقلت والله ما نخليكم هذا النهار ما تدوزوه بلا ما تشوفوني. مهم الغزالات ديالي اليوم كنا كنهضروا على ديك اسبيرادور، هذيك اللي كتصبن، ماشي اللي غير اسبيرادور هكا اللي كتجبد الغبره وداك الشيء، كنهضروا حنا على ديك الماكينه اللي كطلبوها من دي ام اللي كتغسل لكم مثلا الزرابي، اللي كتغسل لكم مثلا حتى الطوموبيل ديالك الا كانت هكا موسخه فيها البقع، دوك البقع اللي ما كيتحيدوش مثلا باي حاجه، مثلا سميتو كما قلت لكم الزرابي، فوتويات اللي فيهم طوابع، كتعرفوا كاع اللي عنده الوليدات حتى حاجه ما كتبقى نقيه 100%، وبالاخص دوك الطبايع اللي كيكونوا في سميتو في الزرابي وفي الفوتويات. المهم الغزالات ديالي كيفاش كديروا، كتمشي للكاسة، كتمشي لعند هذوك اللي كتكون كدوز سميتو ولا شي وحده، المهم ولا شي وحده من الخدامه من العمال كدور تما، قولي لها راه بغيت
ديك الماكينه باش نقي هكا الفونتسيما ديالي وداك الشيء. هما البنات كيديروا لك اول حاجه التصويره الاوسفايس ديالك، كيقولوا لك شحال من نهار انت وزهرك اللي كيخليوها ليه حتى سيمانه، كيقولوا لك شحال من نهار مثلا اللي غيقدك باش تصايبي تقادي ديري زاوبه لهذا ديالك اولا تنظفي الزربيه ديالك اولا الفوتويات ديالك. كتعطي كان في الاول كنتي كتعطي يعني بحال كنقولوا حنايا غير الصغورو يعني ديال ديك الماكينه هكاك باش ما كت سبحان الله تخسر في يدك ولا توقع عليها شي حاجه، ولا كانوا كيطلبوا 100 اورو تامين ودابا ولات 200 اورو كتسبقي لهم 200 اورو وفوتوكوبي ديال الاوسفايس. هادشي اللي قالت لي واحد الصديقه ديالي، انا الصراحه عمرني جبتها وكتسبقي ويقدر يكون من مدينه لمدينه ما كاينش نفس هاد القضيه هادي ديال التامين، كتسبقي 200 ديال الاورو كتعطيهم يعني كتامين حتى كتردي ليهم الماكينه كتعطيهم فوتوكوبي ديال الاوسفايس. صافي الغزالات ديالي كيقولوا لك شحال من نهار اللي غيقدك، ولا ما كانش مناسبك كتقول لهم عافاك راها كيفاش، مهم وصافي وكتديها البنات وكتصايبيها وكتقديها كتقدي بها المسائل ديالك. واعره بزاف كاع اللي داوها البنات اللي كنعرفهم، صبنات ليهم الزرابي من ديك الشيء، والزربيه كتكون غير محطوطه في تما وانت كتصايبيها، ماشي زعما خصك تديها لشي بلاصه وكيكون بحال حنايا خصنا الشيتا وهذا. هذيك الماكينه هي محطوطه في بلاصتها كتقادي وتصايبي وتحكي. وبالنسبه عاوتاني للفوتويات كذلك، اولا بالنسبه الى بغيتيها حتى لدوك الكوسان ديال الطوموبيلات دوك هذا كتصلاح يعني الا بغيتوها سيرو للدي ام، كتاخذوا برودوي ب 20 اورو باش كتشريوه لحد البرودوي ديالها شي حاجه ما دايراش باش كتخدم لكم ديك الماكينه. هما كيوريوكم كيف غادي تخدموها كيف غادي تصايبوها فين غديروا هاد البرودوي، كيوريو كلشي كيوضحوا لك كاع. فهمتوني الغزالات اللي بغات تمشي للدي ام وتستفسر من الاحسن تمشي لراسها. مهم انا داكشي ديال الصديقات ديالي اللي داروا معاهم انا راني قلت لكم الغزالات ديالي، وبغيت نتقاسم معكم شي مشتريات. كنت وصيت الصديقه ديالي تجيبهم ليا معها من بلجيكا وبغيت نوريهم ليكم وضروري نتقاسمهم معكم، لاني انا اي حاجه كنتقاسمها مع احبابي كنحسبكم خواتاتي كنحسبكم صحاباتي، واخا نتوما كتعرفوني ما كرهتش نشوفكم كاملين ونعرفكم كاملين، والله القسم والله يجمعنا في شي ساعه مباركه مسعوده. راه بزاف ديال المتتبعات ديالي اللي كنبوسهم مح عليكم كيتلاقاوني كيقولوا لي شكرا لك تبارك الله عليك كتعجبينا، الله يحفظكم ليا والله ينجيكم ليا. مهم الغزالات ديالي انا غادي نوريكم غادي نجيب هنا، لان هنا البنات عندي طلا ماكينه تحت لامبارا ديك الكيسه ديال الشيبانيات الواعرات هذوك الشيبانيات اللي مولفين يربع الرجيلات. مهم الغزالات ديالي انا بغيت نشارك معكم هادو. بالنسبه للبنات الصراحه بلجيكا غير باش تعرف واحد القضيه، بلجيكا اللي ناويه تمشي او اللي كتقول لك من بعد غنمشي، اول حاجه كيديروا الرحلات هنايا في دورتموند. بالنسبه اللي باغي يمشي يكتب ليا لتحت اه باغا نمشي باش نهار يكونوا دايرين الرحله نقول لكم راه دايرين الرحله ونعطيكم النمره تواصلوا مع البنات. بالنسبه انا الصديقه ديالي انا تسخرت لي هذا الشيء لان كان عندها شي غرض مشات تما. بالنسبه للبنات او للناس اللي باغيين يجيو او للناس اللي كاينين هنا البنات هنايا كيديروا رحلات، كيديروا رحلات لهولندا رحلات لبلجيكا فهمتوا، كيكون الكار كله عيالات واللي كتصوبوا مراه والكريسونا مراه، يعني ما كاينش تخرشيش كتمشيو بالشعبي والشطيح والرديح غاديين وجايين. مهم الغزالات اللي كنقول لكم بالنسبه حتى اللي جا جديد وبغات تمشي وكان خاصها شي مماعن وجاوها هنا غاليين، خلي اختي حتى تمشي لبلجيكا وكتمشي كيديكم لواحد السوق اللي سميتو غار دو ميدي اللي واعر فيه ما يدار فيه ما يتشاف بالنسبه للكسوه بالنسبه للحوايج. وكاينه البنات كيديوكم شارع العرب كبير عندهم داكشي الصراحه غزال، وعندهم حتى المواعن ارخص من هنا مثلا بحال هذا البنات داير 10 اورو غراف البنات انا غنجبدو لكم غراف وفيه 6 ديال الكيسان البنات ب 10 اورو من عند كاديسي. واللي باغي يمشي البنات هاد الايامات لبلجيكا سيروا لكاديسي الا كنتو هادي كنتما هذيك هي طريقكم. الغزالات ديالي انا ما نخبي على خواتاتي حتى شي حاجه، شوفوا ندمت اللي ما قلتلهاش زيديني وحده اخرى ولكن حتى المره الجايه ونمشي. ها نتوما الغزالات شوفوا كي داير وعرفتوا واثقي ديال الكريستال
ماشي زعما الكريستال كريستال كريستال مزور. المهم داكشي ثقيل والله العظيم خساره ما قلتش ليها تجيب ليا البنات جوج ديال الكاخات، ولكن ماشي مشكل انا دايره انا وياها ان شاء الله ان شاء الله الله يحيينا ان شاء الله يا ربي والله يجيب الرزق ان شاء الله. نهار يقرب رمضان ان شاء الله دايرين نمشيو ان شاء الله الا بغى مولانا وجاب ربي شي رزيق. المهم الكيسان البنات فيهم سته، ها انتم كيف ما كتشوفوا سته والغراف. انا قلت لها خواتاتي انا ما بغيتش خواتاتي زعما شي حاجه يشريوها غاليه ولا خليو البنات حتى الا كنتو باغيين ولا ناويين تمشيو تشوفوا الدعوه. انا راه مشيت لبلجيكا جوج مرات، بلجيكا راه ما بعيداش، حنا راه كتشوفوا هنا دورتموند راه ما بعيداش، راه قريب ليك بلجيكا قريبه ليك فرنسا، حنا جينا في الوسط. المهم بالنسبه للبنات خديت الصينيه البنات، خديت الصينيات ديال البنات سميتو ديال العرايض، لاني هاد العام ما هبطش المغرب، مولفه ميمتي مسكينه كتعطيني دائما كنجيب عندها الصواني ديال العرايض وداك التخربق والكيسان ديال اتاي. هاد العام البنات ما هبطتش، مشيت لاسبانيا قديت مشيت على شغلي، مشيت صايبت المسائل ديالي. ايوا صافي البنات ها نتوما الصواني كي دايرين، ويا لاله داكشي غزال هكذا هكذا كيحمق داكشي ديال الضيق ديال القلبه البنات. ها نتوما من عند كاديسي، من عند كاديسي، واللي بغى يتيليشارجي كاديسي كاديسي تيليشارجيوها من البلاي ستوري كدومونديو، وحتى كتجيكم الحاجه عاد كتخلصوا فهمتوا بطريقه كلاغنا فهمتوا الغزالات ديالي. مثلا عجبتكم شي حاجه هنا هادو اللي عجبوكم ديروا كاديسي تيليشارجيوها في البلاي ستوري ودومونديو الغزالات. ما كاين غير داكشي الغزال شنو بلاتي اي مومنت ماما جلسي هنا نوري خالاتكم غادي ها نتوما البنات. ولكن هادو الغزالات هادو راه ما توصلوهمش بالماء، حيت الا وصلتوهم بالماء ضيعتوهم. انا هادو البنات ديرهم خصيصا للضياف، للضياف نحط فيهم الكيسان داكشي تهرق عليهم شي اتاي ندور عليهم غير هكا نمسحهم هكا بليلانجيل ونعاود نشفهم كتيتينه ونلولهم البنات في هادو ونردهم في الكرتونه باش ما يخسروش ليا. ولكن عرفتوا البنات راه شي حاجه واو واعرين ها نتوما غزالين، شوفوا من اللور كي دايرين منقوشين ومن هنا منقوشين. راكم عارفين البنات بلجيكا معروفه بالمعمر، قال لك بلجيكا هي اللي كتصيف براد وداكشي المغرب. اي مومنت بنتي يا المهم كاينه البنات المتوسطه ديالها، عرفتوا المتوسطه كبيره راه كتبان لكم هكذا صغيره، وعاد تبارك الله ما شاء الله كبيره ديال الحفلات ان شاء الله والندوات، وعطى الله الجمايع وعطى الله ان شاء الله ما نديرو. ها نتوما تبارك الله كبيره فيها البنات ثلاثه. ايوا قلت نشارك مع خواتاتي ونقول لهم فين كاين هذا الشيء ومنين وكيديروا كيديروا كيديروا. شوفي بنتي فين جات تكاشخات لي انا فوق الكرتونه، باش البنات منين دخلوا غتعرفوا مع اسماء دائما الافاده، مع اسماء دائما تشوفوا حويجات زوينين. كنوريكم داكشي على قدر المستطاع، كنوريكم داكشي اللي كنعرف انا اللي دزت منه، ما كنعطيش انا زعما ما كنزيدش عليكم شي حاجه زايده ولا ناقصه ولا نكذب عليكم ولا حشومه عليا البنات، حنا هو اللي تعاونوا راه حنا مسلمين. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما الحبيبات ديالي، واللي ما فهمتش شي حاجه مرحبا كتب ليا في الانستغرام. وهذا الشيء اللي كاينه غزالات، وخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد ما نطولش عليكم الفيديو، وما تنساونيش البنات لايكات 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 كومونتيراتكم الزوينه، ما تنساوش ليا الكومونتير، الكومونتير كيطلع ليا المعنويات. وموح عليكم ما تنساوش تبارطاجيوني في الفيسبوك، وخليتكم على خير ليله سعيده الكويدات ديالي.